المولد النبوي الشريف التي تصادف اليوم هي الثانية خلال هذا العام 2015. المزيد في التقرير التالي. شهد العام الحالي حدثا نادرا يتكرر كل 33 سنة، حيث احتفل المسلمون في العالم هذه السنة بذكرى المولد النبوي الشريف مرتين. إحياء الذكرى الأولى كان في الثالث من كانون ثاني الماضي الذي تصادف مع الثاني عشر من ربيع الأول لعام 2436 هجرية، في حين تحل الذكرى الثانية يوم الخميس 24 من كانون أول. وكانت آخر مرة تكرر فيها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العام ذاته ميلاديا في العام 1982، فيما سيحتفل المسلمون بهذه الذكرى العطرة مرتين، مرة أخرى في العام 2047. صلى الله على محمد.